خطا من الطرف الايمن للدفاع الحسن الجديد امكانيه مساكي وحده من الطرف الايمن مشات كره للدفاع الحسن الجديد حسام معنان حسام وصل في منطقه الجزاء تجاه سايمون ابعاد الخطوره الدفاع يضربه بقوه في الجوله الثانيه عبر شعيب ولد المفتول مفتول العضلات شعيب يستعرض عضلاته في الجوله الثانيه ويتمكن من تأشير الى الهدف الاول والجهد كل الجهد الجهد كل الجهد كان لهشام مساكي لبذل مجهود كبير وحرر الرفاق وزملائه ومن طريق العبور لشعيب الذي يسعد بادو ساكي يتحرر نسبيا بعد هذا الهدف تصبح النتيجه 1-0 هذا الاعاده تمريره كانت ممتازه من قرناس كان متابعه من حارس المرمى خالد الذي ابعدها وصلت للمواجهه اللي كان وحده شعيب المفتول خلاه لوحده ويسجل الهدف الاول في هذه المباراه تصبح النتيجه يا ساده يا كرام 1-0 شعيب المفتول يحتفل على طريقة وبطريقة فريدة من نوعها صنعها زكريا حضرات في وقت من الأوقات مشات كرة في التماس رجاء بني ملال سينتفض سيبحث عن هدف التعادل سيضغط بحثا عن هدف التعادل في الدقيقة المقبلة مراد فلاح